استمرار وقف إطلاق النار والانسحاب الروسي من سوريا، تتواصل مباحثات جنيف بين وفدي الحكومة والمعارضة لليوم الخامس على التوالي. المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وعقب لقائه بوفد المعارضة السورية قال إن المفاوضات انتقلت إلى صلب الحل السياسي للأزمة بعد تقديم المعارضة لورقة الحكم الانتقالية. الفجوة ما زالت كبيرة بين أطراف النزاع. إنه لمن المبكر القول أن هناك تفاهما مشتركا بين وفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية وبين وفد الحكومة السورية. إنه وفي أي مفاوضات سياسية حول نزاع يكون الأمر هكذا، فنقطة الاتفاق الوحيدة بين أطراف المفاوضات تتمثل في ضرورة الإبقاء على وحدة أراضي سوريا. فالوقت يمضي سريعا ونريد التوغل في تفاصيل أكثر. وتطرقت مقترحات المعارضة للإطار التنفيذي لهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وسبل تطبيقها على أرض الواقع. قدمنا للسيد دي ميستورا ورقة مفصلة حول رؤيتنا للحكم الانتقالي، تتضمن شكل هيئة الحكم الانتقالي وصلاحياتها ومكوناتها وكل المتطلبات من أجل البدء في مفاوضات بناءة. كما أثارت المعارضة خلال اجتماعها بالمبعوث الدولي ملف المعتقلين في السجون الحكومية، ووعد دي ميستورا بإيجاد آلية خاصة بالقضية ومناقشتها مع الشركاء من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم الفجوة بين وفدي الحكومة والمعارضة التي وصفها المبعوث الدولي بأنها لا تزال كبيرة، إلا أن مفاوضات جنيف الأخيرة شهدت دعما غير مسبوق، خاصة بعد تشجيع الشركاء الدوليين على وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف والانسحاب العسكري الروسي المفاجئ من سوريا. للمتابعة انضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد الحاج علي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أحمد، يعني مع تصريحات دي ميستورا بأن هناك فجوة كبيرة فيما بين أطراف النزاع والأطراف المتواجدة في جنيف للتفاوض، في رأيك هل هناك جدوى من وجود المعارضة في هذه المفاوضات؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك وجود ليس بمعنى أنا عرب قد استوعبتها واستجابت للمطلوب، ولكن بصدد أولا أن هذه الأزمة لها مقومات ويجب أن يتم التعامل مع المقومات والسوى. ونحن لتناولنا في مؤتمر صحفي لمصر للجعفري بشار الجعفري، لأنه تم التوافق على مجموعة من المبادئ العامة تصلح أساسا للتفاوض بين الفريقين، ويمكن أن تتطور إلى أن تؤدي إلى حالة حل شامل. ونعرف تماما أن هناك مناخا دوليا يضغط هذا الاتجاه بعد أن تسهلت كثير من الأمور، ويمكن أن تعالج أي نقطة فكلها. يجب أن نميز بين الحالات التي تتصف بأنها إجرائية ونتائج، فمثلا اطلاق الموقوفين واشتراهم هذه امر طبيعي ونحن نريدها، ولكن هي تاتي بعد ان يتم انجاز الخطوات التمهيديه الاساسيه المتصله بمكافحه الارهاب وعدم استقطاب الاجنبي، وضروره ان نلجا دائما الى الحوار وان نضع الامور دائما في اولوياتها الطبيعيه. نعم، اذا اعلان هذه المبادئ العامه التي تم التوافق حولها، في رأيك أنها تؤشر إلى حدوث تفاهم بالفعل، بما أن مصير بشار الأسد كان بعيدا عن هذه المبادئ لأنه دوما هو محل الخلاف الوحيد؟ بالتأكيد، وهذه النقطة يعني ليست محل خلاف بينها ولكن الأطراف، ولكن هي نقطة تطلقها القوى المعارضة بدون مسؤولية كما يحظى من خلال تصريح أحدهم وهو يسمى كبير المفاوضين، لأنه إما أن يرحل أو أن يقتل. طبعا هذه فيها مش بس خروج عن قواعد القانون، وإنما فيها خروج عن اللباقة وعن الأدب. لذلك نقول هذه المسألة حينما تم تجاوزها وغيرها من المسائل الأساسية، إضافة إلى الاتجاه نحو الأساسيات، نحو الأساسيات في ما يجب أن يتم الحوار عليه، الآن صارت الطريق تتجه بشكل يعني نصف الأزمة الآن تقريبا في قضية شكل الحوار ومضمون الحوار قد بدأت تتوضح باتجاه أبعاد أفضل واتجاه احتمالات أوسع.
أشكرك دكتور أحمد الحاج علي الكاتب والمحلل السياسي. في العراق تظاهر آلاف العراقيين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والتيار المدني أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، كما نصبوا خياما للاعتصام احتجاجا على تفشي الفساد في الدولة. من جانبه دعا مقتدى الصدر المعتصمين إلى الاستمرار في اعتصامهم، وكان زعيم الشيعي قد رفض أمس دعوات من سياسيين لإلغاء هذا الاعتصام بسبب مخاوفهم من نشوب أعمال عنف، مؤكدا أنه سيكون سلميا. للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية نصب المتظاهرون في ساحة كرادة مريم خيام الاعتصام على أبواب المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد فيما عرف بجمعة الحسم، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الأمنية مع عدم ممانعة القوات العراقية بعد ضغط حشود المتظاهرين مرددين هتافات تطالب بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وتطبيق الإصلاحات. يأتي ذلك استجابة لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتنظيم اعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء للضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال وزراء حاليين بخبراء تقنقراط ليس لهم انتماءات حزبية، بهدف مكافحة ما يعتبرها محسوبية سياسية ممنهجة تقوي شوكة الفساد. وقد عززت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية في بغداد ونشرت نقاط تفتيش ودوريات شرطة إضافية، كما تم إغلاق الكثير من الجسور والطرق المؤدية إلى العاصمة وداخلها، مما جعل حركة المرور شبه مستحيلة قرب وسط المدينة، فيما حلقت الطائرات المروحية في الأجواء. اليوم بهذه الديمقراطية انظر لهذه الجموع وانظر لهؤلاء الذين غلقوا الأبواب حتى لا نعود إلى اعتصامنا الذي دعا له سماحة السيد القائد مقتدى صدر. لكن شرطة مكافحة الشغب تنحت جانبا بعد توافد المتظاهرين بشكل كثيف، وسمحت لقادة المظاهرة بقطع الأسلاك الشائكة للسماح لهم بعبور جسر يقود إلى المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب حكومية ومبنى البرلمان وسفارات. وقد أمهل الصدر حكومة حيدر العبادي 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد، وعلى الرغم من دعوة العبادي خلال شهر مارس الجاري الكتل السياسية في البرلمان إلى ترشيح خبراء تقنقراط لتولي حقائب وزارية لأنه يتعرض في الوقت ذاته لضغوط من فصائل سياسية ترفض التنازل عن نفوذها. وللمزيد من المتابعة معنا من العراق مراسلنا هناك تحسين طه. تحسين، بعد التحية، آخر تطورات مظاهرات التيار الصدري، وهل تتوقع استجابة للحكومة العراقية لمطالب المتظاهرين؟ نعم، أهلا بك زميلتي. حقيقة المعتصمون هنا في المنطقة الخضراء نصبوا سرادقهم وخيمهم وهم الآن متواجدون في محيط المنطقة بالكامل ومن ثلاثة بوابات. بالبداية كان هنالك محاولة لعرقلة دخول المشاركين في هذا الاعتصام، لكن يبدو أن الإجراءات التي اتخذت من قبل القائمين على الاعتصام بالضغط على الجانب الرسمي بضرورة الدخول إلى المكان والمشاركة نجحت فعلا بالدخول إلى هذا المكان. ويعني تعرفون أن المنطقة الخضراء هي تمثل الحكومة العراقية وهي مركز مهم فيه مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية. بكل الأحوال هنالك مسعى ليكون هذا الضغط باتجاه تطبيق الإصلاح وباتجاه تطبيق التغيير المرتقب والتوجه نحو التقنقراط، لكن هنالك البعض يشكك في نوايا الجانب الرسمي بأنها لن تصغى لهذه المطالب أو لن تلين عن دعواتها باتجاه المحافظة والبقاء على المحافظة، رغم تفاؤل الكثير لا سيما المتواجدين هنا في هذه المنطقة بأن يكون الاعتصام هو البوابة لمرحلة تغيير جديد وإصلاح جذري يكون في الكابينة الحكومية والابتعاد عن المحافظة التي يعني تسببت بالكثير من المشاكل على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي. اليوم
هنالك معلومات تقول بان ليس فقط اتباع التيار الصدري متواجدون في هذا المكان، بل هنالك شخصيات ليبراليه وشخصيات من الطيف المدني لها تواجد في هذا المكان ومشاركه فعاله مع الاسلاميين، وهو ما يحسب على التيار الصدري كونه جهه اسلاميه وطابع اسلامي، لكن هنالك مشاركه واسعه كما يقولون، وكما يعني لاحظنا هنالك مشاركه لبعض حتى رجال الدين مع ضياف ومذاهب اخرى. نعم. تحسين، فهو اعتصام مفتوح حتى يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، دعنا في الوضع بالنسبة للحالة الأمنية. الوضع الأمني هنالك تجديد حقيقة جدا واسع وكبير، إجراءات أمنية مكثفة، طائرات تحلق في السماء، أيضا قطع للكثير من الطرق لا سيما في جانبي الكرخ والرصافة. التظاهر أو الاعتصام هو في جانب الكرخ وحيث المنطقة الخضراء، هنالك الكثير من الجسور تم قطعها بالحواجز الكونكريتية فضلا عن اسلاك الشائكة وايضا انتشار قوات مكافحة الشغب، خوفا وحذرا من قيام بعض الاعمال التي قد تخالف القانون، لكن بشكل عام هنالك انتشار امني مكثف وواسع في محيط المنطقة الخضراء، لا سيما وان البعض يتخوف من دخول المعتصمين الى المنطقة، وهذا ما يخشاه الكثير لا سيما المنظمين حتى للاعتصام. مقتدى صدر زعيم التيار الصدري قال في بيان يوم امس بانه يطالب بان تكون الاعتصامات سلميه وذات طابع سلمي ولا تمس بالمؤسسات الحكوميه والمنظومه الامنيه وحتى القوات الامنيه، بل احترامها والتعاون معها والالتزام ببعض الشعارات التي تدعو الى الاصلاح والتغيير ومحاربه الفساد والجهات التي تحاول الضغط على الحكومه من اجل عمل غير متوافق مع الاصلاحات الجذريه وانما يكون عمل مبني على المحاصصه. تحسين طه مراسل النيل كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك. أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 20 ضربة جوية ضد مسلح تنظيم داعش في العراق وسوريا أمس. وقالت قوة المهام المشتركة أن 9 ضربات وقعت قرب 3 مدن في سوريا وأصابت عدد من الوحدات التكتيكية ودمرت مواقع قتالية وأهداف أخرى. وأضاف البيان أنه في العراق وقعت 11 ضربة قرب عدد من المدن واستهدفت مقرا ووحدات تكتيكية ودمرت عربات.